انا هعمل دلوقتي فطيره اسمها فطيره الفراوله بالقرفه والسكر. مقاديرها على الشاشه. عجينه مكوناتها دقيق، بيض، زبده، بيكنج باودر، خميره، الاثنين مع بعض. ممكن نعجنها بميه دافيه، ممكن نعجنها بحليب، مفيش مشكله. ومعانا قرفه ومعانا سكر ومعانا كمان شويه فانيليا اذا احنا حابين. العجينه معانا جاهزه ومعانا الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها معانا. اه البساطه في هنا يا عم الشيف. اه زي الفل. وادي كمان الفراوله. شوف المقادير تاني يا استاذ رحاب بعد اذنك. اه فراوله والعجينه بتاعتي والقرفه والسكر والزبده. تعالوا نشوف ازاي نعمل فطيره الفراوله بالقرفه والسكر. زي الفل تمام. حاضر عيني. هنعمل ايه يا عم الشيف وانا واقف؟ انا بس بعلمك ازاي بتعملي شغل وانت واقفه في المطبخ. اه الفطيره بتاعتنا شفنا مقادير العجينه. بنبدا نفرد العجينه دي كده. الله حلو قوي. النشابه فين يا باشا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. جيبوا لي النشابه يا شباب. فردت العجين جيبوها لي اهو. هناخد العجينه دي كده. اللهم صل على النبي. مهم جدا وانت بتعملي المعجنات بتاعتك تحطي في الاعتبار. هتقولي يا شيف مغازي انت فردت العجينه عايز النشابه ليه؟ انا متعمد اوريك ازاي في المطبخ تبقي سلسه وتبقى كل حاجه معاكي زي الفل. اه تفرديها بشويه دقيق تطلع معاكي فل، شمعه منوره. اه باخد انا يا عم الشيف الصينيه بتاعتي اللي معايا، بقطع العجينه على قد الصينيه. ركزي معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. اه ادي الصينيه هنا اهي بالشكل ده كده. بشيل دي هنا واقطعها كده تنزل هي لوحدها، واشيل الايه الزوايد دي كده. الله عليك حلوه تمام. وارجع كل حاجه مكانها واخد العجينه الحلوه دي كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ واحطها هنا وابدا ان انا اطلع بالعجينه كده على الاطراف. دي فطيره لطيفه وجميله وتسمى في المطابخ الفرنسيه تارت. ممكن تعملها بعجينه الملفي لو انت حابه، بس انا طبعا بحب اعمل العجينه على ايدي. عشان تروح تجيب عجينه الملفي من اي محل بتاع سوبر ماركت ولا حاجه، هتروح تجيبها بالشيء الفلاني. انت لو جبت بتمن العجينه دي دقيق وخامات هتعملي عجينه تكفي العيله وتحطها في الثلاجه وتستخدميها وقت ما انت حابه. العجينه كده جاهزه ومعانا عجينه تانية هي بنشيلها بالشكل ده كده. ده مطلوب منك ايه ديت؟ اه سؤال حلو يا استاذ رحاب. العجينه دي اللي انا اشتغلت بيها، طب عايز اعمل تانية يا شيف مغازي ارميها. انت بتقول العجينه بالشيء الفلاني، كل دي عجينه ملفي على فكره. يعني المكونات بتاعتها اللي هي عجينه الملفي اللي هي في نوعين منها في السوبر ماركت، نوع مربع بيبقوا 10 شرايح فوق بعض بنستخدمها في حاجات كتيره، وفي نوع مستطيل. النوع المستطيل ده تمن الواحده يعمل لك عجينه تكفي العيله والجيران، فتعملها في البيت ايه المشكله؟ ده دوري انا بقى اعلمك. اه دي تتشال في الفريزر زي ما هي كده، تستخدمها في استخدامات كتيره. العجينه جاهزه والفراخ على النار، وناخد العجينه بتاعتنا الحلوه والفراوله بتاعتنا الجميله، معانا قرفة وسكر. ادي القرفة وشوية دقيق وشوية سكر، وبنعمل خلطة لطيفة هتعجبكم دلوقتي. واحنا مع بعض كده مع عصرة ليمون، انا احب المزازة بتاعت الليمون. ادي عصير الليمون، نحط عليه القرفة. في الاولاد مش بيحبوا القرفة، يحبوا الفانيليا اكتر. حاول ازاي يخلي ولادك يحبوا القرفة، ده مطلوب. خلي بالك دورك هنا بقى اهو. بحط معلقه دقيق صغيره
ما فيش بقى ايه الكعبله واشتري حاجه واعملي والالقاب الصعبه. اه دي زي الفل. ونحط على الدقيق ده السكر. يسلم ايدك يا عم الشيف، شيل كل حاجه من هنا عشان اللي بيجي متاخر يشوف ان المطبخ ده فيه شويه بساطه وشويه سهوله. نقلب اللي احنا عملناه ده بمضرب. اهو عملت ايه يا عم الشيف؟ دقيق، عصير ليمون، وسكر. تمام، شيل ده كده انا اخليه. بجيب طاسه صغيره واسيح قليل من الزبده عشان الفراوله دي لما تاخد طعم الزبده حكايه. ادي الزبده عندنا. شفت المطبخ اترتب ازاي؟ الفراخ اللي هتاخد وقت كتير في السوا اعتقد هتطلع من النار تتاكل على طول. الزبده اخبارها ايه؟ اهي. حلو؟ والزبده بتسيح، انا بحب الفراوله تبقى فيها شويه سبايسي. شفت بقى المطبخ اهو، بحط على الزبده دي اهي. دي سنه بابريكا. بابريكا على الفراوله يا شيف؟ اه، جربيها يا ستي. انا جبت حاجه غريبه؟ اه. واخد الزبده دي يا عم الشيف، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه اهي. يلا ده مطبخ دي يا شيف. مدرسه ايه دي يا شيف؟ وناخد الفراوله بتاعتنا الجميله الحلوه نحطها هنا. ونخلي دي على جنب عيسها. ونقلب الفراوله دي يا عم الشيف. ونرصها على العجينه. فراوله بقى من طعامتها ومن حلاوتها هتنزل لك سوائل. هتلاقي معلقه دقيق. شفت الفراوله؟ فطيره الفراوله بالقرفه والسكر. كرملت الفراوله على السكر، على الحلاوه، على الجمال. اهو. بساطه، سهوله، مرونه. نزلت تتسوي، راجعه من الشغل، لقيت طبق فراوله حلو عند الراجل بتاع الفاكهه. جبتيه بقلب جامد لانك بتتابع القناه الاولى الشيف المغازي. فهيقول لك ازاي تعملي فطيره حلوه بالفراوله ونرصها كده مع بعض بالشكل ده كده. اه، وتسيبي طرف العجينه من غير حشو زي ما انا شغال كده. ليه ما سويتش العجينه يا مغازي قبل؟ ده كلام مهم جدا. انا عارف السؤال ده في قلبكم عايزين تسالوه، بس اعتقد مكسلين تتصلوا. تسويه الفراوله الجميله الحلوه اللي معايا سليمه زي ما هي كده مع تسويه العجينه نسبه وتناسب كلها هتطلع مع بعضيها ان شاء الله. اه زي ما انا شغال كده. اه وهدخلها الفرن دلوقتي كلها في درجه حراره 180. هتطلع الفراوله دي من النار يا اختي يا خالتي يا عروستي، تاكلي صوابعك وراها. على ما تستوي العجينه الفراوله دي هتبقى بوظه، هتبقى استوت. طبق فراوله بيتباع عند بتاع الخضار، جيبيه بقلب جامد. خش على البيت عجينه عجينه، كوبايتين دقيق، معلقه سكر، معلقه صغيره خميره، ربع معلقه بيكنج باودر. حط في المكونات بيضه، زبده، وهتطلع معاك عجينه لطيفه وجميله زي الفل. وبعد كده ترص الفراوله زي ما انا رصيت كده عشان الفراوله دي من ارض مصريه. اهو يلا دول احطهم كلهم. انا عارف الفراوله على الشاشه بتتكلم مصري. اهو واخد الصوص ده كده. ركز على الحلاوه بقى، شوف الحلاوه، شوف الحلاوه. اهو اه هو ده هو ده هو ده. اهو درجه حراره الفرن عندي 180. اهو سكر، شربطة نازل على الفراولة. اه اوزعه كده. اه مكونات الشربطة دي يا شيف من ايديا وحياة عينيا، صنع ايديا وحياة عينيا زي ما بيقولوا. معلقتين دقيق، عصير ليمون، قرفة، سكر، زبدة. قرفة، سكر، زبدة. درجة حرارة الفرن عندي 180. طيب نحط الفطيرة بتاعتنا في أرضية الفرن.
ومطلوب مننا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير زي ما هي كده اهي. مخرجنا الجميل بص عليها كده، ايه الحلاوة دي؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الفراولة يا بتاع الفراولة في قلب الفرن. ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، بص عليها في الفرن، بص عليها كده، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ اه هنشيلها نطلعها على الشبكة فوق لسه شوية. اللهم صل على النبي. عايزين نطلعها بره، نطلعها ازاي؟ كده بالشقاوة دي كده، اللهم صل على النبي. آية ايه الحلاوة دي؟ بص على الحلاوة. ده المطبخ. ايه ده؟ ايه الصورة اللي بتسبق الكلام دي؟ زي ما انا اقف شوية، ايه الابداع الفني ده؟ فرسان التلفزيون المصري. الفراولة يا بتاع الفراولة، اللهم صل على النبي. مهم جدا، عايز اطلعها في الطبق ده. نبص عليها كده كمان مرة. يلا. تعالي يا حلوة. ألف أنا وشيفة لله ياكل منها. سخنة يا شيف على إيدك. شفت الفطيرة اتعملت إزاي في وقت قياسي؟ بص على الحلاوة كده، بص على الحلاوة. مخرجنا الجميل حبيبنا، إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ معايا حباية فراولة شايلها مجهزة محضرة. باخدها كده زي ما هي أهي. بحطها هنا كده. واللي تسلم ايدك يا شيف مغازي. دلعني بقى بالفراوله. ايه الحلاوه دي؟ عينيا. عايز اقول حاجه على فطيره الفراوله دي. عايز تاكليها كلها سخنه. انا احبها سخنه صراحه. طعم القرفه فيها بيبقى سخنه حلو قوي. عندك ايس كريم في الثلاجه، طلعي بولتين ايس كريم، ومع كل طبق بتقدمي لاولادك شويه ايس كريم، هتدعي لي وهم هيدعوا لي كمان. حلو الكلام؟ اه. وهي سخنه. شفت العجينه مرمشه ازاي ولطيفه وجميله؟ ولا تشتري عجينه من بره ولا حاجه، ولكن برضو عنواننا بساطه سهوله مرونه. الكلام ده منين يا شيف مغازي؟ من ماس بيرو.